أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً جديداً يستعرض تأثير الأزمات العالمية على كل من الدول المتقدمة والناشئة. أشار التحليل إلى أن العالم واجه مجموعة كبيرة من الأزمات منذ عام 2020، بداية من جائحة كورونا إلى أزمة ارتفاع تضخم وديون، وصولاً إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي والفقر في العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية. أضاف المركز أن الأزمات المتلاحقة خلال السنوات الثلاث السابقة تسببت في إحداث مسارات متباينة للاقتصادات المتقدمة والنامية، سواء على مستوى نمو الإنتاج أو مستوى نمو الاستثمارات. انطلقت النسخة الثامنة من مؤتمر سيدات أعمال مصر بجامعة الدول العربية تحت عنوان التنوع التجاري من أجل الاستدامة. يهدف المؤتمر إلى ترويج الاستثمار في مصر وتعريف سيدات الأعمال بالفرص المتاحة والتصدير وتنويع مصادر التجارة، أيضا الترويج للمناطق السياحية والأثرية. وخلال الجلسة تم تناول أهمية الدور الذي تقوم به المرأة في التنمية الاقتصادية في مصر والدول العربية والإفريقية في مختلف المجالات والقطاعات، وتبذل الجمعية جهودا حثيثة لزيادة قدرات المرأة بهدف التنمية الشاملة للمجتمع ككل، خاصة في ظل النجاح الذي أثبتته رائدات وسيدات الأعمال خلال الفترة الماضية. سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق التعاملات في ختام تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل مؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والمستثمرين العرب الأفراد، فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأفراد المصريين نحو البيع. ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 11 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 1.079 تريليون مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 2 ملياري جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 1.3 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.35% ليبلغ نحو 17,003 نقاط. وكما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 21% ليبلغ مستوى نحو 2971 نقطة. شملت الارتفاعات مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو 1.13% إلى قيمته ليبلغ مستوى 4436 نقطة. أعلنت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية عن ارتفاع قيمة الاستيراد من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 47.2% خلال العام الماضي بقيمة 3.5 مليارات دينار، أو ما يعادل نحو 4.9 مليارات دولار مقارنة من مع عام 2021. وكانت فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته قد بلغت في نهاية عام 2021 نحو 2.4 مليار دينار، ويستورد الأردن أكثر من 95% من احتياجاته من الطاقة. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لرجائي وأدى لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة.